السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شوية مواقع بتحاول إنها تدربك على الانترفيو، لو عندك انترفيو تقدر إنت تشوف الموقع ديت. في أسئلة كتير جاهزة، الذكاء الاصطناعي بيولد أسئلة وهكذا. أنا شخصيا بحب إني أروح لشات جي بي تي أو جوجل بارد وأقول له أنا عندي انترفيو مثلا في المحاماة مثلا، ويبدأ إن هو يجيب لي بعض الأسئلة. أقول له إيه، هل ممكن إن أنت تكون الـ HR اللي بتسأل الناس وكده؟ فبيبدأ إن هو يسألني في التخصص بتاعي، بيحط لي مثلا 20 سؤال، فأنا ببدأ أتدرب وآخد بالي من الأسئلة. لو في سؤال أنا مش عارفه أقول له إيه هي الإجابة النموذجية. ده موقع هوت، وده موقع تاني بيبدأ يديك إرشادات تجاوب إزاي، يبدأ يديك فيديوهات للناس عملت انترفيوهات وتبدأ إن أنت تتدرب عليها. لو في ملحوظات يقدر إن هو يقولها لك. فدي شوية مواقع تقدر إن أنت تبدأ بيها كتدريب على موضوع الانترفيو. وبالتوفيق إن شاء الله.